يعني هذه البيانات والمخرجات تحمل في طياتها عموميات وتأكيد على مبادئ عامة باتجاه دعم القضية الفلسطينية وحدود الدولة الفلسطينية على أراضي 67 وما إلى ذلك، ولكن نحن ندرك بأن هناك وضع عربي متردي لا يقوى على تطبيق هذه المخرجات بالشكل العملي والفعلي، ويتم الاكتفاء من القمم المتوالية بالتأكيد على ما تم ذكره في قمم سابقة، ولكن حسب واقع الحال لم يرتقي فعلا بعد العرب بتطبيق قرارات القمة تطبيقا فعليا على الأرض، الأمر الذي يجسد قيام دولة فلسطينية مستقلة.